دورة تكوينية في الجرابلينج بمشاركة أزيد من 50 نادي يمثلون كل جهات المملكة بعد اجتياز هذه الدورة الأولى من نوعها في إفريقيا وبحضور خبراء دوليين على رأسهم رئيسة لجنة الرياضات الموازية بالاتحاد الدولي وخبيرين عالميين من روسيا. دورة ناجحة بكل المقاييس، الأطر اللي تابعتوا معنا يمثلون كل الربوع ديال الوطن، أطر اللي غادي يكونوا المؤطرين ديال هذه الرياضة إلى جانب الرياضات ديال المصارعة التقليدية وحتى المصارعة الأولمبية. نقدروا نقولوا بأن هاد الأيام الثلاث أفرزت وأثمرت الحصول على أول شهادة تخول التصنيف وحمل القبعة ديال تأطير هاد الرياضة في القاعدة الممارسة على صعيد تراب المملكة. إنها أول مرة رأيت فيها رياضة الجرابلينج، وقد أسعدتني هنا بالمغرب ورأيت شبابا متحمسين في هذه الرياضة الجديدة. الدورة كانت مدتها 3 أيام وأثمرت تسليم الدبلومات للمشاركين خلال هذه الدورة التي تسبق محطات قادمة. والحمد لله هذا دوزنا بواحد العدد قياسي ديال 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 الأطور اللي جاوا من جميع أنحاء المغرب، والحمد لله الامور كلها دازت مزيانه. فرحانه بزاف حيت حصلت على شهاده في تكوين الجرابلين، وكنتمنى ان شاء الله علاش لا نعلم وليدات ان شاء الله في المستقبل. نذكر ان بطوله العالم في رياضه الجرابلينج ستجرى في اكتوبر المقبل بكازاخستان.